السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم يا أطفال طلاب الصف الأول بابتدائي تبوك الأهلية. الآن يا أصدقائي سوف ننتقل إلى نشاطات التهيئة في الوحدة الخامسة. كما تعودنا يا أطفال، هذه هي المجموعة الأخيرة في الحروف التي قمنا بدراستها. استمع، ما اسم هذا الحرف الذي أمامي؟ الحرف الأول، إنه حرف الهاء. ها هدية، ها هدية، عليك أن تقوم بتلوينه باللون الأحمر. ننتقل إلى الحرف الثاني، ثاء، ثوب. ثاء، ثوب، هذا اللون برتقالي، عليك أن تقوم بتلوين الحرف ولا تخرج من الإطار كما تعودنا يا صديقي. الحرف الرابع هو حرف الغين، غ، غ، غ غزال، غ غزال، الحرف البنفسجي، لونه بنفسجي. الحرف الأخير من الحروف التي سوف نقوم بدراستها يا أبطال حرف الظاء، ظ، ظرف، ظ، ظرف، ظ، ظرف. هيا لونوا هذه الحروف يا أبطال، وبذلك نكون قد انتهينا من الأنشطة التهيئية، ثم ننتقل بإذن الله إلى دراسة حرف الهاء في الحصة القادمة. إلى اللقاء يا أبطال، مع السلامة.